لا صوت يعلو فوق صوت المدافع في إقليم ناغورني كاراباخ. فمنذ 27 سبتمبر الماضي تاريخ اندلاع القتال بين أرمينيا وأذربيجان على مسرح إقليم كاراباخ، يتوصل إلى اليوم الاستهداف المباشر بين البلدين حاصدا مزيدا من الأرواح. وبرغم الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار، إلا أن الأطراف المتحاربة لم تستجب بعد بل تشترط. الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف علق إيقاف العمل العسكري بضرورة انسحاب أرمينيا من إقليم ناغورني كاراباخ والمناطق الأذربيجانية المحيطة وفق جدول زمني محدد كما قال. في الأثناء تشير الأنباء الواردة من هناك إلى تجدد القصف في الإقليم. وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأذربيجاني سيطرة قواته على مدينة جبرائيل الاستراتيجية بالإضافة إلى السيطرة على عدة قرى أخرى. مصادر رسمية في أذربيجان تؤكد أن الجيش الأرميني قصف مدنا تبعد نحو 10 كيلومترات عن العاصمة باكو بصواريخ يصل مداها إلى 300 كيلومتر. وكانت قوات برية من أذربيجان قد شنت في وقت سابق هجوما واسعا في ناغورني كاراباخ، حسب ما ذكرت وزارة الدفاع الأرمينية التي أشارت إلى قتال عنيف في الإقليم. الإقليم المتنازع عليه شهد في الأيام الأخيرة عدة ضربات، ما أجبر السكان على الاحتماء بالأقبية والملاجئ، وقطعت الكهرباء في المدينة. اللجنة الدولية للصليب الأحمر أدانت في بيان ما وصفته بالقصف العشوائي للمناطق المأهولة في كاراباخ نتيجة الاستخدام المتزايد للأسلحة الثقيلة وللمتفجرات، متحدثة عن عشرات الضحايا من المدنيين على جانبي خط التماس. وبعد استهداف القوات الأرمينية لغانجا العاصمة السياحية لأذربيجان وثاني كبرى مدنها، مفدنا أحمد غنام زار المنطقة وأعد لنا التقرير التالي. قذائف صاروخية أطلقها الجيش الأرميني على مدينة غانجا، هذه المدينة السياحية في أذربيجان وتعتبر ثاني أكبر مدينة في أذربيجان بعد العاصمة باكو. هذا الخراب الذي تسببت به القذائف الصاروخية أيضا تسببت بمقتل 3 مدنيين وإصابة نحو 30 مدنيا في هذه المنطقة حينما وقعت القذائف الصاروخية هنا داخل أحد المنازل. أصيبت امرأة بإصابات خطيرة ونقلت إلى المستشفى، وعم هنا الخراب داخل المنزل بشكل كبير جدا. سندخل إلى داخل هذا المنزل لنشاهد صور الدمار. في العموم دخول هذه المدن على خط الصراع واستهداف الجيش الأرميني لداخل أذربيجان يعني ربما توسيع رقعة الصراع بين أذربيجان وأرمينيا، خاصة أنها بالأمس استهدفت مدن حيوية داخل العمق الأذربيجاني. أيضا هنا نشاهد الخراب الدمار. جسمش أولسون نصر أولدو بطلم عمجان. سمعت صوت الانفجار وبعدها تحطم كل شيء كما ترى. زوجتي كانت في غرفة النوم، دخلت إليها كان وجهها مليئا بالدم، والآن هي في المشفى وحالتها خطيرة وغير مستقرة. هذا المنزل هنا عم فيه الخراب بشكل كبير جدا، خاصة لأن القذائف الصاروخية سقطت بجانب المنزل أمامه. هنا زوجة الرجل كانت هنا في هذه الغرفة وتسببت بجروح بليغة، آثار الدم، آثار الخراب بشكل كامل واضحة جدا. أحمد غنام، العربي، من مدينة غانجا أذربيجان. يبقى معنا من غانجا مراسلنا أحمد غنام، كما ينضم إلينا أيضا من يريفان مفادنا صابر أيوب. أحمد، كما تبعنا معك في التقرير، القصف يلحق يعني منازل المدنيين وتضرر بعض المنازل وتطورات متسارعة أيضا خلال الساعات الماضية، لو تضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية العسكرية. بالفعل جمال، القصف العشوائي يطال كل شيء هنا. نحن الآن في أحد أسواق أكبر أسواق القفقاس، هذا السوق في مدينة غانجا يعتبر السوق مهم جدا وحيوي. قبل قليل أقل من ساعة تقريبا سقطت
عدة قذائف صاروخية من الجانب الأرميني. سأتيح المجال للكاميرا لإظهار حجم الدمار. هنا تم حسب مصادر محلية هنا غير رسمية قالت بأنه تم أصيب تقريبا نحو 30 شخصا في هذه التفجير أو هذا القصف الذي طال هنا هذا السوق. يبدو أن أصبح كل مكان معرض للقصف والخطر. هذه المدينة كما ذكرنا جمال تبعد عن الحدود أو عن خطوط الجبهة تقريبا 60 كيلومتر. بالأمس ليلا تم استهداف مدن تبعد عن باكو تقريبا من 10 إلى 15 كيلومتر. وأيضا تم استهداف المدينة الصناعية الأولى في أذربيجان والتي تحوي السدود وكذلك محطات توليد الكهرباء من شافيز. فهذه المدينة إذا ما تم تدمير السدود فيها يقال بأنه قد تصل المياه إلى الطابق التاسع في مدينة باكو. فبالتالي هناك ربما خطورة كبيرة إذا ما تم اتساع رقعة الصراع ووصلت إلى التصادم العسكري عن بعد من خلال استهداف بصواريخ مداها 300 كيلومتر. فهذا ربما قد يأخذ الصراع إلى منحى آخر ليس فقط على حدود إقليم كاراباخ. فبالتالي هناك تخوف من الشارع الأذري هنا في هذه المدن القريبة أصبحت من خط الاشتباك. هذه المدينة جينجا هذه المدينة السياحية التاريخية وتعتبر عاصمة اقتصادية للبلاد كان من المستبعد أن يتم استهدافها حتى قيل لنا نحن كصحفيين بأن نذهب ونقيم في فنادق هذه المدينة لأنها بعيدة عن خط الاشتباك. الآن أصبحت هذه المدينة تعتبر على خط الاشتباك وفي خط المواجهة لطالما أنه لحقها أكثر من قذيفة صاروخية في هذه المنطقة. وبشكل عشوائي أيضا اليوم رصدنا خروج الناس والأهالي من القرى القريبة من منطقة ترتر والقريبة من خط الاشتباك مع في إقليم كاراباخ. وهذا هؤلاء الأهالي نزحوا وبدأوا يخرجون من هذه القرى ويتركون يذهبون باتجاه العمق وذلك خوفا من أن تطالهم هذه القذائف العشوائية التي تستهدف كل شيء. هناك من يقول بأن هذا الاستهداف أو هذا القصف المكثف من قبل الجانب الأرميني ربما يأتي ردا على تقدم الجيش الأذربيجاني على محيط إقليم كاراباخ وذلك بعد سيطرته على محور جبرائيل وعلى هذه المدينة الهامة القريبة من إقليم كاراباخ والتي كانت تحت سيطرة الأرمن منذ 30 عاما. دعنا نتابع الوضع من الجهة الأخرى مع صابر من يريفان. صابر كما ذكر أحمد استخدام صواريخ يصل مداها إلى 300 كيلومتر ينقل الصراع إلى مرحلة أخرى ويعني تضرر الكثير من المدنيين ومنازل المدنيين أيضا من الجانب الأذربيجاني. ما هو الموقف الآن من ناحية يريفان؟ الموقف هنا في يريفان هو نفي تام وقاطع لاستهداف هذه البلدات بلدات في أذربيجان مع الاعتراف فقط بقصف مدينة كنجا التي يتواجد بها مراسلنا من هناك أحمد غنام. هذا الاعتراف وبلدة أخرى وقد خصفتا من إقليم كاراباخ وليس من الأراضي الأرمينية تقول وزارة الخارجية الأرمينية هنا مدعية أو مصرحة بأن ما تدعيه أذربيجان من قصف مدن أخرى وقصف أهداف مدنية غير صحيح وهو وهم وتنفيه تماما السلطات الأرمينية هنا من وزارة الدفاع إلى وزارة الخارجية بالإضافة إلى سلطات إقليم كاراباخ. في المقابل تقول السلطات الأرمينية وخاصة سلطات إقليم كاراباخ بأن القصف تجدد منذ قليل بعد هدوء في الظهيرة واستهدف منشآت مدنية بيوت مدنيين ومحطات لتوليد. نعم صابر أيوب من يريفان شكرا جزيلا لك. نعتذر مشاهدينا لانقطاع الصوت مع صابر كما أشكر أيضا مراسلنا أحمد غنام كان معنا من غنجة.